شاركت عدد من الجهات المساندة والجهات الأمنية في حملة موسعة على عدد من المواقع. تابعونا، سوف تشاهدون هناك إنجازات أمنية للأجهزة الأمنية على الموقع اللي حدد الخضرية وبعد الخضرية بقطع على الاطلاق من المخالفات والمخالفات كل شيء تلقى كل من يلا الآن سوف تنطلق الحملة الأمنية المشتركة بالمنطقة الشرقية لتفتيش عدد من المواقع في أحياء مدينة الدمام. مساء الخير، تباشر بعد قليل الحملة الأمنية المشتركة بالمنطقة الشرقية ممثلة بالضبط الإداري بمدينة الدمام وأيضا مشاركة المشتركة بالمنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية لتفتيش عدد من المواقع في أحياء مدينة الدمام حتى تدخل السيارات. أيضا تم الآن هنا مصادرة عدد من الخضار والفواكه من باعة متجولين أو لديهم بعض الملاحظات أو بدون إقامات. طبعا الآن يتم التحقق من هويات بعض العمالة، يتم تدقيق هوياتهم تأكد من هل هم مخالفين. تم مصادرتها من باعة متجولين من قبل الحملة الأمنية المشتركة بشرطة المنطقة الشرقية. وتحديدا بمدينة الدمام. ومن جهود الحملة الأمنية المشتركة إغلاق عدد من المحلات، طبعا بالتعاون بين الحملة الأمنية المشتركة وكذلك وزارة حملة الأمنية أو الجهات الأمنية، تم إغلاق المحلات بعد أن تأكد لديهم بأنهم مخالفين للأنظمة التجارة والاستثمار. الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري تم إغلاق عدد من المحلات. طبعا هذه لجنة مشتركة مع طبعا هذا الآن يشتغل لدى القير وهو مخالف للمادة 39 من نظام العمل ويرحل يعمل في مؤسسة ثانية. يعمل في مؤسسة ثانية. إيه. وسمت الآن يتم تحت. الآن مهام الجهات الأمنية. يتم التعامل معه. أي يتم التحقق. يتم التحقق معه وأيضا الآن سوف يتم
التحرير. السلام العام. أي يتم التحقق. وأيضا الآن سوف يتم تحرير. في مدينة الدمام. وسوف يتم استدعاء صاحب المنشأة والتحديث معه حيال مخالفة من قبل مكتب العمل المشارك في الحملة الأمنية المشتركة بالمنطقة الشرقية وتحديد إجراء الآن المتهم المتبع. سوف يتم استدعاء صاحب المنشأة والتحقيق معه حيال ذلك. وبخصوص العمالة سوف يتم التحقيق معهم الجهة الأمنية. وأيضا سوف يطال صاحب المحل غرامة مالية. نعم. طيب شكرا بالتوفيق إن شاء الله. طبعا ضمن جهود الحملة الأمنية المشتركة بالمنطقة الشرقية وتحديدا بمدينة الدمام والممثلة بالضبط الإداري بشرطة الدمام يتم وضع نقاط إغلاق المداخل والمخارج للحي الذي سوف يتم تفتيشه وأيضا منع العمالة من الدخول حتى يتم انتهاء من الحملة الأمنية المشتركة. طبعا إنجازات أمنية متلاحقة وعمل مخطط ومنظم بين الجهات الأمنية وكذلك الجهات المساندة بالحملة الأمنية المشتركة. طبعا يتم الآن إغلاق أحد المحلات بسبب مخالفته لنظام وزارة العمل. طبعا يتم الآن إغلاق أحد المحلات بسبب مخالفته لنظام وزارة العمل. وش المخالفة؟ تستر تجاري. ها؟ كم مخالفة تستر تجاري؟ والله حتى الآن تقريباً 250 مخالفة. الله يوفقكم. مالية تصل للمليون ريال. السجل لمن؟ السجل السعودي والأجنبي. السعودي والأجنبي ها؟ المخالفين. جميع المخالفين. الحملة الأمنية المشتركة بالمنطقة الشرقية أحد المواقع وفق المعلومات المبدئية بأن هناك مصنع خمور بالموقع. الآن رجال الحملة الأمنية المشتركة بشرطة المنطقة الشرقية يتم دخول الموقع. الآن يتوجه للجهات الأمنية. يعني يتم تحويل الجهات الأمنية. نعم. طبعا هذا الآن يعمل الحساب الخاص. طبعا كما تشاهدون هناك دورية ضمن جهود الحملة الأمنية المشتركة بالمنطقة الشرقية هناك يضعون دورية لإغلاق الطريق. هذا جانب من مصنع الخمور كما تشاهدون عدد من البراميل تحت الإعداد. كشف هنا. طبعا كما تشاهدون هذا جانب من مصنع هنا البراميل الغلي اللي يتم فيها طبخ الخمور المصنعة محليا وأيضا هذا جانب آخر في دورة المياه أكرمكم الله. طبعا المعروف أن الخمور دائما هي من هذا المكان لا تأتيكم من المجالس وإنما تأتيكم من دورات المياه أكرمكم الله. أيضا هناك جانب آخر أيضا هذا جانب الطبخ للخمور ونفس الموال كلها من دورات المياه يعني خمور برائحة دورات المياه أكرمكم الله. هذا جانب أيضا من مصنع الخمور هذا تحت الإعداد كمية عدد من البراميل في نهاية التقرير سوف نقوم بإحصائية لعدد البراميل عدد هذه البراميل اللي تواجد فيها الخمور وكذلك هذه البراميل الأخرى عددها 127 برميلا يحتوي على خمور تحت الإعداد خمور مصنعة محليا تدار من قبل عمالة مخالفة للأنظمة.
50 مخالف ها؟ كم تقريبا المبلغ المالي؟ عقوبة تصل سنتين سجن وغرامة. طبعا كما تشاهدون هذه أكياس سكر عددها 14 كيسا طبعا مملوءة بالسكر، لسه إلى الآن ما جاء دورها، استنفذوا كمية أخرى. هذا خزان يوضع فيه أيضا من الخمور، هذا جانب آخر. طبعا كما تشاهدون هذه الخمور جاهزة للترويج، هذه المرحلة النهائية كما تشاهدون، هذا طبعا المرحلة النهائية لتعبية الخمور. والله بخلاء يحطون او انهم هدفهم عشان يعني توزيعها بكميات قليله حتى لا يكون مبالغها غاليه، تكون في عبوات صغيره. طبعا كما تشاهدون هذه الكميه عددها 864 عبوه جاهزه للترويج. طبعا تم ضبطهم من قبل الحملة الأمنية المشتركة بشرطة المنطقة الشرقية، طبعا أجهضوا أو بالأصح بددوا أحلام المروجين قبل أن تصل هذه الكميات إلى بطون المتعاطين. طبعا وفق المعلومات المبدئية هناك أحد العمالة هرب من الأجهزة الأمنية بعد أن تم مدامجة القفز مع أحد الشبابيك. طبعا الآن يتم ملاحقته، إن شاء الله يتم القبض عليه. طبعا هذا الشخص اللي كان هرب من قبضة الحملة الأمنية المشتركة بالمنطقة الشرقية تم القبض عليه. وفق المعلومات المبدئية أن كان بحوزته خمور، بعد تم القبض عليها. الآن نحن في طريق إلى موقع العامل الشقة اللي كان بها الخمور. طبعا نهاية كل من يخالف الأنظمة ويرتكب قضايا جنائية في قبضة الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية. طبعا كما تشاهدون هذا الشخص اللي كان هرب قبل قليل وتم ضبطه بحوزته على كمية من الخمور العرق المصنعة محليا. يعطيكم العافية يا شباب، بيض الله وجيكم. أتعبنا هو بس الحمد لله تم القبض لله الحمد. بيض الله وجيكم، جهود مقدرة من الحملة الأمنية المشتركة بالمنطقة الشرقية. طبعا تم ضبط احد الاشخاص يمارس ترويج الخمور بعد ان حاول الهروب على الاقدام، ظنا منه بانه سوف ينفلت من قبضة الحملة الأمنية المشتركة بالمنطقة الشرقية في مدينة الدمام. بحق صاحب هذه المنشأة. صاحب هذه المنشأة. طبعا هذه المادة 20 من نظام العقوبات. الآن يتم ضبط مخالف التوطين بقرار 70-30% لعدم وجود السعودي، قيمة المخالفة 20,000 ريال. المنشا غير ملتزمة بنسبة 70-30. يلا الله يوفقك ان شاء الله. الأشخاص وخاصة الأشخاص المطلوبين في قضايا جنائية. طبعا مثل ما ذكرت لكم هناك وضعنا ضمن جهود الحملة الأمنية المشتركة بشرطة المنطقة الشرقية وضع نقاط تفتيش.
طبعا الهدف من ذلك هو تدقيق هويات التفتيش بعدد من الشوارع وعدد من الأحياء من قبل الحملة الأمنية المشتركة. كم تشغلون الخادمات؟ كم شهر؟ كم تشغلون بالشهر الخادمات؟ 1500 2000 كم في السعودية؟ كم؟ بعد سنة؟ وكل الشغل زي كذا يجيب خادمات؟ طبعا كما تشاهدون هذا جانب من مصنع الخمور. طبعا هو ما يعتبر مصنع في اي بي. كم لك من شغال على هذا؟ كم شهر انت بشغل؟ انت كم شغل هذا؟ ستة شهر سنة واحد سنة يلا تعال. طبعا نجحت الحملة الأمنية بالشرطة المنطقة الشرقية من القبض على احد الاشخاص يقوم بتأجير الخادمات الحاربات طبعا بعد ان يقوم بغواهن وتهريبهن من كفلاهن ومن ثم تشغيلهن في حسابها الخاص زيا سعوديا للتضليل على جيرانه وكذلك على محاولة التضليل حتى على الأجهزة الأمنية لأن حيلته لم تنجح وتم وضع كمين له والقبض على هذا الشخص وأيضا مثل ما ذكرته قبل قليل على 4 نساء والآن جميعهم في قبضة الحملة الأمنية المشتركة. من جهود الحملة الأمنية المشتركة بالمنطقة الشرقية تم ضبط موقع آخر أو إذا جاز التعبير وكر آخر لتأجير الخادمات الهاربات وكذلك القادمات عبر التسلل. طبعا هذا شخصين من أبناء جلدة العمالة وتحديدا هم من الجنسية الإثيوبية يقومون بتأجير الخادمات بعضهم خادمات هاربات من كفر. طبعا نجحت الحملة الأمنية بمدينة الدمام من القبض على هذا الشخص طبعا مثل ما ذكرت لكم يرتبهن والبعض الآخر قدما إلى المنطقة الشرقية عبر التسلل. طبعا هم هربوا الشخصين وقفزوا من هذا المنور تحت ظن منهم نزلوا تحت طبعا كانوا مغلقين الباب ومن ثم بعد ما تم قبضهم والقبض عليهم قاموا فتح الأبواب. إن الحملة الأمنية لا تتواجد أو ما هي مطوقة الموقع كاملا إلا أن تم تبديد أحلام هؤلاء العمالة وتم القبض عليهم بعدما طبعا كما تشاهدون تم ضبط جميع المخالفين والآن في قبضة الحملة الأمنية المشتركة بالمنطقة الشرقية بشرطة المنطقة الشرقية وتحديدا في مدينة الدمام. طبعا عثر بحوزة أحد المخالفين على سلاح أبيض لا يخفى على الجميع بأن غالبية المخالفين دائما يحملون بحوزتهم على أسلحة بيضاء. وعثر لديهم على 5 نساء يعملون جميعا لحساب مال خاص طبعا مخالفين للأنظمة طبعا مستغلين أحد الفلل لوضع المصنع أو مقر لأحد الشركات اللي غادرة في الموقع. هذا جانب آخر. شرطة المنطقة الشرقية